منتخب شباب العراق اللي انهى كافة تدابيره الاعدادية للمشاركة في تصفيات آسيا اللي راح تقام في تايلاند، اذ اختتم المنتخب الشبابي تدريباته في العاصمة التايلندية بانكوك استعدادا لتصفيات كأس آسيا دون 20 عام واللي راح يستهل مشواره في 25 من الشهر الحالي. بيان لاتحاد الكرة أكد اليوم أن منتخب الشباب اختتم تدريباته في العاصمة التايلندية بانكوك ووصل إلى مدينة بوروبورام للدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا دون 20 عام والمؤهلة إلى كأس آسيا 2025. يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا وضعت منتخبنا الشبابي ضمن منافسات المجموعة H برفقة منتخبات بروناي والفلبين وصاحب الأرض المنتخب التايلندي. كل الأمنيات بالموفقية لمنتخبنا الشبابي. المجموعة ليست سهلة وليست صعبة، لكن يكفي أن الفريق التايلندي الفريق المتطور بالإضافة إلى الكرة الفلبينية اللي الحقيقة أحدثت نقلة خلال السنوات الأخيرة، وهذا هو الانفتاح اللي شاهدناه لمنتخبات جنوب شرق آسيا. أصبحت منتخبات من الصعب أن تجتازها، لكن أملنا كبير بعماد محمد وبكتيبته في الوصول إن شاء الله إلى نهائيات كأس آسيا. نتابع ما تحدث به عماد محمد إلى الجمهور الرياضي عبر استوديو الملاعب من دجلة، واللي يتحدث عن استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية. نتابع. طبعا أكيد يعني برنامجنا برنامج خاص بالجهاز الفني اللي موجود حاليا. احنا ما نقدر نكشف على كل برامجنا وعلى كل تدريباتنا لان هذا خاص بالعراق. برنامج حط الجهاز الفني لمنتخب الشباب واستمرنا عليه ونجحنا بالفتره الاولى نجاح كبير جدا وتحقيق المركز الثاني والتاهل الى كاس العالم، وتغلبنا على فرق مثل اليابان وايران. هذا البرنامج خاص بينا، ممكن احنا يعني عاملين به مع الاخوان بالاتحاد المكتب التنفيذي بالاتحاد. البرنامج يعرف به الكل، مشرف الفريق ورئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال ومشرف الفريق الكابتن محمد ناصر. بالاضافه ذلك احنا عندنا بعض الغيابات، لكن احنا من البدايه اسسنا على انه اللاعبين اللي موجودين عندنا ناسسهم على انه يكونون بدلاء جيدين للاعب اللي يغيب، لان تعرف ايام بطولاتنا مو بايام الفيفا داي، بالايام العاديه. اللاعبين اللي يلعبون بالدوري العراقي مشكورين الانديه انطونا ياهم، لكن لاعبين اللي يلعبون برا، غياب ادم، غياب علي حيدر، غياب رومان، دزينا لهم دعوات وغابوا عن التصفيات. لكن احنا ايضا عندنا لاعبين جيدين، مؤسسين لاعبين جيدين راح يمثلون المنتخب بالتصفيات خير تمثيل ان شاء الله. مجموعه يعني نشوفها انهم مجموعه متوازنه، يعني مجموعه نقدر نقول بها فرق ضعيفه وبها فرق يعني متوازنه مثل الفريق التايلندي. ما بعد ماكو فريق ضعيف وفريق قوي، يعني بالاغلب خاصه شرق اسيا بدا التطور عندهم تطور كبير، لكن احنا ان شاء الله عادين اعداد جدا كبير للمجموعه